بتفتكر أبناء النجوم والفنانين حسب رتبتهم أو مستواهم اللي فينا نقول عرف عليهم فنياً بينظلموا حسب رتبة أهلهم؟ يعني في نجوم كبار أبنائهم اشتغلوا بالفن وشفناهم عم ياخدوا أدوار بطولة من الأول، بسنت اليوم موجودة حتنظلم بهالمستوى أو رتبة والدها؟ لا لا لا، هقول لك. ما هو اللي حضرتك بتقولي عليه إن في ناس أو أهاليهم نجوم كبار قوي فطلعوا بقوا خدوا ادوار كبيره قوي من البدايه وما كملوش. مثل زي مين يعني؟ كتير كتير، مش عايز اقول اسماء. مين اللي ما كملش؟ كلهم كملوا. في لا، ما كملوش على نفس مستوى النجوميه. اللي كمل على نفس مستوى النجوميه دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم، احمد فاروق الفيشاوي، احمد السعدني، دول لانهم ما اعتمدوش في الاساس على مرتبه اهاليهم، اعتمدوا على الاهالي. رتبه الاهالي دي عملت الدفعه الاولانيه، انما لانهم هم شاطرين وموهوبين واشتغلوا على نفسهم كويس هم اللي قدروا يعني يستمروا. طبعا طبعا، بسنت هي عندها قدرات. انا وجهه نظري انها عندها قدرات افضل من مني ومن ناس كتير موجوده في الساحه. هي بقى محمد امام استمر كويس وبيعلى وبيعلى. يمكن بدايته ما كانتش، يعني انت سميت الاسماء كلها، انا شفتها كلها سهو. لا ده سهو سهو مش اكتر يعني. انما طبعا محمد امام كل سنه بيعلى عن السنه اللي قبلها. يمكن بدايته ما كانتش زي دلوقتي، انما ابتدى دلوقتي محمد امام نجم بيشيل عمل لوحده وبينجح بيه. مش بيطلع جنب حد او بياخد عمل ويقع بيه. كان عندك موقف من هيثم ابن الراحل احمد زكي الله يرحمه، برضه ما كنت راضي عن ادائه التمثيلي بوقت من الاوقات في مسلسل محدد بذاته يعني. وما اعرفش ايه السبب اللي هو دعيني اقول اسمي المسلسل كمان يعني، كان كلبش. في كلبش اتنين يعني ما كنتش مبسوط، كان نفسي يبقى، مع انه النقاد اشادوا بيها. ماليش دعوه براي النقاد، ده رايهم، انما انا بقول رايي انا وانا متفرج عندي شكل من اشكال التذوق او الوعي الفني. انا شايف انه ما عملش اللي كان المفروض يتعمل. يعني شخصيه مهمه جدا، ده الاساس في الحكايه. يعني الاساس ما كانش الضابط، ما كانش سليم الانصاري، ده الاساس كان هو. هو اللي عنده الحدث، هو اللي عنده الفعل. فهو كان ايقاعه، الطريقه اللي اختارها، ما هو ده توفيق وعدم توفيق بقى. يعني ايه؟ انا اخترت طريقه ومحدش صلح لي في الاول الطريقه دي، لا الطريقه دي مش هتحقق، يبقى ايه التوفيق هنا ما ساعدنيش. فانا وبرضه توجيهات كمان من المخرج وما صناع العمل. أكيد برضو أكيد. كمان لا، احنا دلوقتي قليل قوي المخرجين اللي بيوجهوا الممثل. طيب في حد من النجوم بما انه سيره واتفتحت بتقول له يا ابني الشغلانه دي مش شغلانتك، روح اقعد في بيتك او اشتغل في حاجه تانية، من ابناء الفنانين مهما كان اسم والده كبير؟ لا مش حاضرني حد كده خالص يعني. خالص راضي عن الكل يعني 99%. 99 ممكن يخونوا التقدير في لحظه ويرجع يعني من الناس اللي ابتدت معتمدة على اسم والدها وبعد كده هي اشتغلت نفسها وطورت نفسها كويس جدا. من الممثلين اللي انا بحبهم قوي دلوقتي كمان رانيا فريتشاوي. رانيا فريتشاوي من الناس اللي اشتغلت على نفسها، بقى فيه ليها طعم خاص بيها هي، مختلف عن كل جيلها.